يوم مناهضة العنف ضد المرأة وقصة الفراشات الثلاث. ما السبب في اختيار هذا اليوم؟ وما الخلفية التاريخية اللي جعلت الأمم المتحدة تقرر اختيار 25 من نوفمبر بالتحديد ليكون يوما عالميا للعنف ضد المرأة؟ القصة تعود إلى العام 1960 إلى جمهورية الدومينيكان، حيث الأخوات ميرابال، باتريا ومينيرفا وماريا تريزا، بالإضافة إلى شقيقتهم الرابعة اللي ما زالت على قيد الحياة، بنات لرجل أعمال ناجح وعائلة مرفهة تعيش حياة الطبقة الغنية الميسورة. إلا أن نمط الحياة الأرستقراطية لم يمنع الفتيات الثلاثة من المشاركة في النشاط السياسي المعارض لنظام الدكتاتور رافائيل تروخيليو اللي كان على رأس السلطة ويتمتع بسيطرة مطلقة على الدومينيكان ولأكثر من ثلاث عقود عبر تحالف سري مع الكنيسة والأرستقراطيين والإعلام، وأحكم قبضته بإتباعه النظام البوليسي القمعي. تطور نشاط الفتيات الثلاث ليتخذ شكل تنظيمي نحو هدف واحد يتمثل بإسقاط النظام الدكتاتوري بإقدام على تشكيل حركة 14 يونيو اللي ضمت مجموعة من المعارضين لنظام تروخيليو من الشباب اليساري الثوري، وخلال عملهم في هذه الحركة اكتسبت لقب الفراشات لجهودهن ولما تميزن به من فعالية ونشاط رغم نشأتهن الارستقراطية. هذا النشاط المعارض للنظام المستند إلى دوافع وطنية عامة وأخرى شخصية تتعلق برفض إحداهن الرذوخ لنزوات الدكتاتور ومضايقاته، أدى إلى التصميم الأخير إلى السعي للانتقام الشخصي عبر ملاحقتهن والضغط عليهن باعتقال رفاقهن وأقاربهن، واللي تم استخدام أبشع وسائل التعذيب والتنكيل بحقهم، ثم ليتم بعد اعتقال الأخوات الثلاث لتجري محاولات لتركيعهم وإذلالهم بشتى صنوف التعذيب. تحت ضغط المناشدات أصدر الدكتاتور قرار بالإفراج عن الأخوات ميرابال ليتم إطلاق سراحهم ويحظين بالحرية اللي لم تدم طويلا. ففي يوم 25 من نوفمبر تم اعتراضهم في الطريق على يد مجموعة مجهولة عرف فيما بعد أنها تلقت أوامرها من الدكتاتور، وقامت تلك المجموعة بإنزال الأخوات الثلاث من السيارة وقتلهن بوحشية وإعادتهن إلى السيارة التي تم إلقاها من إحدى المنعطفات للإيحاء بموتهن نتيجة لحادث سير. اليوم التالي استلمت شقيقتهم الرابعة الجثامين الثلاث، ومع تناقل الخبر الاغتيال الوحشي خيم الحزن في عموم البلاد وتصاعد الغضب والاستياء الشعبي وأعطى زخم كبير لنضال الثوار المعارضين للنظام الدكتاتوري القمعي. حادث الاغتيال هذا شكل صدمة قوية للشعب، ارتدت لتهز أركان نظام حكم تروخيليو لينتهي الأمر باغتياله أثر اعتراض موكبه بعد 6 أشهر فقط من اغتيال الفراشات الثلاث.
بعد 20 عام في عام 1981 حددت إحدى المنظمات النسائية في أمريكا اللاتينية يوم 25 من نوفمبر يوما لمكافحة العنف ضد المرأة. وفي 17 ديسمبر 1999 أصبح هذا اليوم رسميا وبقرار من الأمم المتحدة يوما مخصصا لمناهضة العنف ضد المرأة وتكريما لذكرى الأخوات الثلاثة عبر استذكار حكاية بطولتهن وبطولة نظيراتهن من نساء الأرض في رفض العنف وإطلاق صرخة الرفض لا للعنف ضد المرأة، ولتبقى خالدة حكاية الجبروت الذي هزمته ثلاث فراشات ملونة.